النظر هنا هو حديث نيويورك تايمز عن أن الجيش الأمريكي والاستخبارات الإسرائيلية حذر من أن هناك خطط إيرانية لضرب سفن بحرية إسرائيلية. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ هل حقيقة هناك تهديدات إيرانية؟ لا، بصرف النظر عما قالته نيويورك تايمز وقالته أيضا يعني صحف أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لا، هذا جزء من شيطنة إيران وبروباغندا أمريكية فحسب لكي تأتي هذه السفينة النووية إلى الخليج لكي تبعث رسالة إلى الصين، إلى روسيا، إلى السعودية أن الخليج هو ميدان الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصين عندما دشنت العلاقات السعودية الإيرانية منها من الصين، الهدف هو أحد أهم الأهداف أن الصين تريد استقرارا سياسيا واقتصاديا في منطقة الخليج التي تصدر العالم أهم سلعتين استراتيجيتين وهما النفط والغاز، والصين لديها مشاريع ضخمة في إيران وفي دول الخليج العربي وفي دول العالم العربي وفي دول الشرق الأوسط وفي دول العالم ككل. طبعا تعرف أن الصين دولة ودودة ودولة يحبها العالم لأنها لم تطلق رصاصة واحدة على أي مواطن في الدول التي تستثمر فيها، وبالتالي هي محبوبة على النقيض من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين دمروا أفغانستان ودمروا العراق. وكلنا نتذكر ما قالته مادلين أولبرايت، الراحلة مادلين أولبرايت، عندما سألوها أن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت أكثر من 500 ألف طفل عراقي، قالت It is worth it، يعني مستاهلة العملية. من أجل ماذا مستاهلة العملية؟ أين الديمقراطية في العراق الآن بعد 20 سنة؟ أين الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق؟ أين المعيشة الكريمة للشعب العراقي اليوم بعد 20 سنة من الغزو الأمريكي للعراق؟ لذلك هذه رسالة موجهة للصين، أننا نحن الذين نقرر مستقبل الخليج العربي. ولكن